we go. Oh, here we go. Oh, here we go. Here we go. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الديانة، وإن شاء الله يا ولاد هنشرح lesson number 4 في unit number 1 اللي هو بيتكلم على الماجنتزم and electricity. احنا الليسون اللي فات الليسون نمبر 3 كان بيتكلم على الماجنتزم اونلي. دلوقتي ربط لي الماجنتزم بالالكتريستي، ده معناه ان في علاقه قويه بتربط ما بينهم، بتربط ما بين الماجنتزم اند الالكتريستي. هنعتبر ان هما بيحبوا بعض. يعني ايه بيحبوا بعض يا ولاد؟ يعني مفيش قوه مغناطيسيه الا ويتولد عنها قوه كهربيه، وما فيش قوة كهربية إلا ويتولد عنها قوة مغناطيسية. يعني أما نلاقي الماجنتيك إنرجي هنلاقي في إلكتريك إنرجي بتتولد عنها، وما نلاقي إلكتريك إنرجي هنلاقي ماجنتيك إنرجي بتتولد عنها. فمعنى ذلك إن التو إنرجي دول مرتبطين ببعض جدا. تعالوا نشوف سؤال الورم أب اللي قدامنا، بيقول لنا What is the relation between magnetic and electric؟ ماجنتزم اند الكتريستي، ايه بقى العلاقه ما بينهم؟ يلا نشوف السلايد اللي بعدها بيقول لنا ايه فيها. The magnetic effect of the electric current. The magnetic effect of the electric current. يعني ايه اللي بيخلي الالكتريك كرنت يولد ماجنتيك افكت؟ عايزين نثبت فعلا ان لما يكون في تيار كهربائي بيكون في تيار مغناطيسي. هنعمل ايه يا اولاد؟ هنجيب ماتيريالز سمول كامبس زي اللي احنا شايفينها دي، الكمباس دي، وهنجيب ان ايزوليتد واير اللي هو ده، ايزوليتد واير اللي هو مكون من كبر واير يعني سلك، ودراي باتري زي اللي قدامنا دي. تمام، هنشوف ايه اللي هيحصل. اول حاجه السلك اللي احنا هنوصله بالبطاريه دي هنخلي طرف منه متوصل والطرف الثاني مش متوصل، وهنوصل الايزوليتد واير ده بالنيل اللي هو ده، ماشي، هنا، وندخله جوه الكمباس. تمام، وهنشوف هيحصل ايه. طبعا احنا مش موصلين السلك بالبطاريه لان احنا عاملين طرف بس اللي واصل والطرف الثاني لا، فهنلاقي الكمباس نيدل نوت ديفليكتد، يعني مش هتتحرك الكمباس نيدل، مش هتتحرك ولا للنورث ولا الساوث ولا الايست ولا الويست، لان احنا مدخلين الواير ده جوه ايه؟ جوه كمباس نيدل. ده معناه مدام، بص يا ولاد، اي كمباس بتتحرك، يعني اي كمباس بتتحرك توديني اتجاه النورث او الساوث او الايست او ايست، ده معناه ان حوالينها ماجنتيك انرجي، حوالينها مجال مغناطيسي. طيب دلوقتي هو ما اتحركتش، يبقى في مجال؟ لا، مفيش ماجنتيك انرجي هنا، مفيش مجال مغناطيسي. طب تعالى نعمل نفس الاكسبيرمنت دي تاني. هنجيب الباتري وهنوصلها بالالكتريك واير، ازوليت واير ده، بس هنوصلها من الطرفين بقى، ونحط الواير ده داخل جوه الايه؟ الكمباس اللي قدامنا دي. ايوه الكمباس دي. تمام، شوفوا بقى هيحدث ايه. ذا كمباس نيدل ديفليكت، يعني هيحصل لها انها بتتحرك. ان ذا فول بوزيشن، يعني للنورث والساوث والايست والويست، هنلاقيها بتتحرك كتير. يبقى ده معناه ان في قوه مغناطيسيه اثرت عليها، ماجنتزم اثر عليها. ماشي، امتى هيحدث الديفليكت ده؟ امتى؟ after following the electric current through the wire. اما لقينا ان انا وصلت الواير بالباتري، يعني في electric energy. يعني ايه ده يا ميس؟ الكونكلوجن بقى بيقول لك الالكتريك كارنت هاز ماجنتيك افكت. طبعا ده هو كان الكتريك كارنت اساسا ملوش اي علاقه بالماجنتيك افكت، بس لقيت ان البوصله الكمباس دي بتتحرك، معنى ذلك انه ولد لي الالكتريك انرجي، الطاقه الكهربائيه ولدت لي ماجنتيك انرجي فحركت لي الكمباس. تمام يا ولاد، يبقى في علاقه بتربط ما بينهم ولا لا؟ اه طبعا. يبقى اول حاجه عرفنا الماجنتيك افكت اوف ذا الكتريك كارنت. تعالوا نشوف السلايد اللي بعدها. تمام، ذا الكترومغنت بقى، احنا من الفكره دي عملنا حاجه اسمها الكترومغنت. يعني ايه الكترومغنت؟ ده حاجه مكون من ثلاث حاجات زي ما احنا شايفين، 1 و 2 و 3. ايه بقى الثلاث حاجات اللي بيتكون منه الالكترومغنت؟ على طول الاستراكشر بتاعه بيجي في الامتحان. الالكترومغنت ده هو حاجه انا عملتها عشان انا عرفت ان الالكتريك انرجي بيتولد عنها ماجنتيك انرجي، فانا حولت المسمار ده مع ان هو نيل عادي جدا، روت نيل،
ايرن النيل مسمار عادي جدا يعني مش مغناطيس، حولته لمغناطيس ازاي؟ ان انا وصلته بتيار كهربائي. اما اوصله بالكتريك انرجي، مش انا قلت الالكتريك انرجي اللي هي ماجنتيك افكت؟ فوجئت ان الايرن ده اقدر ده بالواير ده، لقيت ان الايرن نيل ده ايوه اللي احنا شايفينه ده هي يقدر يمسك في اي مسامير ولا اي كليبس ولا اي ايرن فيلينج محطوط جنبه، لقيت ان هيحدث ماجنتيك اتراكشن، تمام، قوه جذب للمسمار ده، مع ان المسمار ده في الطبيعي ملوش اي قوه جذب. يبقى ايه هو الالكترو ماجنت ده؟ هو تمبرلي ماجنت، يعني مغناطيس مؤقت، which is made by the effect of electricity. مغناطيس مؤقت انا عملته ازاي؟ عملته ازاي؟ بتأثير الالكتريستي، بتأثير التيار الكهربي. طب انا التيار الكهربي جبته منين؟ من البطارية دي اهي، دي ايوه البطارية دي هي اللي عملت لي الكتريك كارنت. الكتريك كارنت ده مر في الكويل ده وبعد كده خلى النيل ده اهو، ايوه خلى النيل ده يعمل لي اتراكت للايه؟ للايرن فيلنج اللي انا شايفاهم دول، ايوه تمام يا ولاد. فهو ده الالكترو ماجنت. عرفنا الالكترو ماجنت وايه كلمه تمبورالي دي عشان هتعدي علينا تاني. تمبورالي ده يعني هو ماجنت مؤقت، يعني يقول لك جيب ريزون هو از الكترو ماجنت تمبورالي ماجنت، قول له ليه؟ بيكوز وين كات اتس واير ات لوزز اتس باور، يعني اما انا بقطع السلك ده اهو، ايوه ده لو انا قطعت السلك ده هو هيعمل عمليه لوزز للاتس باور. خلاص يا ولاد تمام، مش تمام كده يا ولاد؟ يلا نشوف السلايد اللي بعدها. السلايد اللي بعدها بتقول الايديا اوف وركينج، ده بيتكلم على مين؟ على الالكترو ماجنت اللي انا لسه عارفاه ده. طيب تمام، هو بيحول لي من ايه لايه؟ بيحول لي من الكتريك كارنت لايه يا ولاد؟ بيحول لي من الكتريك انرجي، او الالكتريك كارنت ده بيتحول من الكتريك انرجي اهي، الكتريك انرجي لماجنتيك انرجي. يبقى الايديا دي دايما بيجي يقول لك الكترو ماجنت تشينج ايه تو ايه، تقوله من الكتريك انرجي لماجنتيك انرجي، لانه حول لي من نيل عادي مسمار عادي لماجنت، بقى ماجنت يقدر يعمل اتراكت للماجنتيك ماتيريال. تمام يلا نشوف السلايد اللي بعدها. اهو ازاي احاول اعمل انكريزنج للماجنتيك فورس للالكترو ماجنت؟ ازاي اعرف ان انا اخلي الالكترو ماجنت ده قوي؟ ان انا اعمل انكريزنج للنمبر اوف كويل، ازود عدد الكويل دي، او اعمل انكريزنج للنمبر اوف باتري. تمام، يبقى عرفت ازاي اعمل انكريزنج للماجنتيك فورس اوف الكترو ماجنت؟ عرفت يا ميس. تمام تعال نشوف سؤال الجيف ريزون ده، بيقول لك the magnetic force of the electromagnet increases by increasing the number of battery. ليه؟ لانه بيزود القوة. The intensity of the electric current passing through the coil increase. طبعا اما انا زود عدد البطاريات يبقى انا زودت الالكتريك كارنت اللي بيعدي باسنج ثرو كويل، فده يحدث يعمل ايه بقى؟ يزود لي ايه؟ يزود لي الانكريزنج ذا ايه؟ ذا الكترومان الفورس اوف الكترومانت، يزود لي قوه الالكترومان. تمام يلا نشوف السلايد اللي بعدها. انا خلصت الالكترومانت، عايزه اعرف اليوزز بتاعته. عايزه اعرف ايه يا اولاد؟ اليوزز بتاعته، استخداماته. بستخدمه في حاجة اسمها البيج سايز وينش او الكرين. بيج سايز وينش او الكرين ده بيعمل ايه؟ القطعة الحديد اللي انتوا شايفينها دي بتبقى متوصلة بعربية وينش كبيرة. القطعة الحديد هي قطعة عادية، ايرن عادية، اما بتتوصل بالالكتريك كارنت التيار الكهربائي هتتحول لايه؟ لماجنت. تمام، اما تحول الماجنت الالكتريك كارنت هيتحول لماجنتيك كارنت، ماجنتيك ايه؟ انرجي. فيقدر يعمل لي كاري هيفي ايرن بلوكس، ده ايرن بلوكس اهي محطوطه على الارض وعايزه اشيلها، فحولت القطعه دي لماجنت بواسطه الالكتريك انرجي اللي مر بيها، فقدرت تشيل لي قطع الحديد دي اللي انا مش كنتش هقدر اشيلها. تمام، وطبعا لو انا قطعت السلك ده، يعني قطعت السلك الواير اللي متوصل بالايرن بلوك دي، هيحدث ايه؟ when cut its wire it loses its power، هيقوم سايب الحديد ده على الارض. تمام، فلازم يبقى على طول متوصل بالالكتريك انرجي. تمام، ده الكلام اللي مكتوب هنا. طيب في استخدامات ثانيه للالكترو ماجنت غير الكرين او البيج وينش ده؟ بستخدمه في الالكتريك بلس زي ما انت شايف، ايوه، وبستخدمه في التي في،
وبستخدمه في الديسك درايف، وبستخدمه في الالكتريك ميكسر، في الخلاطات، موجود جوه كل الاجهزه دي. ماشي يا اولاد؟ تمام، يلا نشوف السلايد اللي بعدها. ماشي. The electric effect of the magnet. The electric effect of the magnet. تمام. انا هنا بقى عايزة اعكس. يعني ايه عايزة اعكس؟ انا عايزة اولد electric current. مش عندي electric current وحولته للماجنتيك effect زي الالكترومغنت اللي انا قلت لكم عليه. خلي بالكم الالكترومغنت ده اساسا في حاجة يعني نعرفها كده من غير ما نقعد نحفظ وبتاع. الالكترومغنت اللي احنا خدناه هو الكلمة نفسها مكونة من ايه؟ الكترو ماجنت، يبقى من الكتريك، يعني مش عندي الكتريك انرجي، لا عايزه اطلع الكتريك انرجي. فهعمل ايه؟ لا اما هلف ماجنت، هعمل عمليه ان انا اعمل كاينتيك انرجي للماجنت، يعني طاقه حركيه للماجنت جوه كويل من الكبر كويل، فهلاقي ان اللامب دي بتنور اللي قدامكم دي، تمام. لا اما هعمل ان انا الف السلك نفسه اللي هو الايرن الكبر واير جوه ماجنت، فيولد لي برضو ان اللامب اللي انت شايفها دي اهي، سوري، اللامب اللي انت شايفها دي بتنور. تمام تمام يبقى الالكتريك افكت اوف ذا ماجنت. طب دي فكره عمل ايه بقى؟ ده العالم فاراداي هو اللي اكتشفها، اللي هو فكره عمل الدينامو او الالكتريك جنريتور. ايه ده؟ يعني ايه دينامو الكتريك جنريتور؟ الدينامو هو الالكتريك جنريتور، الدينامو هو الالكتريك جنريتور، بيحول من ايه؟ مدام دينامو يعني حركه، بيحول، فاكرين اللعبه اللي انا جبتها لكم وكنت بنورها كده بايدي، ان هو بين كاينتيك انرجي اللي انت كبرت فبقى اسمها ميكانيكال انرجي، ايوه الكلمه دي اللي قدامك دي، ايوه ميكانيكال انرجي، بيحولها لالكتريك انرجي. ان انا لما الف المغناطيس الماجنت اعمل له عمليه ميكانيكال او كاينتيك انرجي جوه كبر كويل واير، بيولد لي الكتريك انرجي زي ما احنا ما شايفين. يبقى عرفت الايديا اوف وركينج، بحول من ايه لايه؟ من كاينتيك لالكتريك، من كاينتيك لالكتريك. اول ما يقول لك الدينامو او الالكتريك جنريتور اللي هما الاسمين دول اهم، دينامو او الكتريك جنريتور بيحول لي من ايه لايه، هقول له على طول بيحول لي من الكاينتيك او الميكانيكال انرجي لالكتريك انرجي. تمام يا اولاد، خلصنا احنا كده الجزئيه دي. تمام، عايزين ناخد الاكزامبلز اوف دينامو، عايزه برضو اعرف اليوزز بتاعته او الاكزامبل بتاعه. في عندي سمول دينامو وعندي هيوج دينامو. تمام تمام، تعال نشوف السمول دينامو ده موجود فين. موجود في البايكل، بيخلي اللمبه بتاعه العجله تنور بواسطه ان هو بيحول لي من كاينتيك انرجي، حركه العجله دي بتتحول لالكتريك انرجي فبتنور العجله، اللمبه بتاعه العجله. طيب الهيج دينامو، طبعا الهيج دينامو ده يعني حاجه كبيره، هو عباره عن الكتريك جنريتور، بيعمل لي ايه؟ بيحول لي برده من كاينتيك انرجي لالكتريك انرجي، بس ده بيفيد بتولد لي كهرباء، هي دي الهيوج دينامو او الالكتريك جنريتور، ده بيعمل لي لايتنج للسيتيز. تمام، يبقى تعالى نشوف اليوزز في الاول، حاجه في السمول دينامو الاول، تعالى نشوف اليوزز. السمول دينامو جنريتس ا سمول اماونت اوف الكتريستي، بيولد لي حاجه بسيطه من الكتريستي تقدر لي تنور لي اللايت بتاع الايه؟ البايسكل بالب، لمبه العجله. اما الهيوج دينامو ده بيولد لي ايه؟ لارج اماونت اوف الكتريستي، دي تقدر تعمل لي لايتنج للسيتيز والاوبريتنج فاكتورز. تمام يا ولاد، ماشي. طيب انا عايز اعرف في السلايد اللي بعدها بقى ازاي انا ممكن او يعني احصل على كاينتيك انرجي اساسا عشان يولد لي الكتريك انرجي، ازاي احصل عليها من الوايند؟ ممكن احصل عليها من الوايند، لان الوايند دي بتحرك لي الجهاز بسرعه، فالوايند بيحول لي من كاينتيك انرجي لالكتريك انرجي، فدي فكره عمل للدينامو. تمام، وممكن احصل على الحركه دي من الثيرمال فيول. ايه الثيرمال فيول ده؟ بيرديوس ستيم، طبعا بيولد لي بخار، البخار ده بيوز برضو تو موف دينامو، بيحرك لي الدينامو فبيولد لي الكتريك انرجي. طيب ممكن احصل على الحركه دي برضو من الايه؟ احصل عليها من نيوكليار الكتريك باور ستيشن، نيوكليار اللي هي الطاقه النوويه، اللي هي برضو بروديوس زهيد، بتولد لي حراره، الحراره دي ريكوايرد فور موفينج دينامو. خلاص انا ممكن احصل عليها بالثلاث طرق دول. تمام يا اولاد،
كده انا خلصت. وده السمري بيعمل لي عمليه كومباريزون بين الالكتروماجنت والدينامو، بيعرف لي كل واحد الاستراكشر بتاعه والانكريزنج الفورس بتاعته ازاي واليوزز بستخدمه في ايه. كل الكلام ده احنا قلناه قراءه سريع، وعرفنا الالكتريك باور ستيشن ممكن تطلع لي كاينيتك انرجي دي من الوايند او الثيرمال فيول او النيوكليير الكتريك باور ستيشن. تمام يا ولاد؟ تمام. دي اكسرسايز على التو ليسنز دول، فهي حاجه سهله وبسيطه. هنقفل الفيديو ده وهنبدا في الاكسرسايز المره اللي جايه، وهنعمل جنرال ريفيجن لكل الايه اليونت باذن الله، لان احنا كده خلصناه. فهنحاول نحل شويه في البيت هوم ورك، وهبدا معاكم الريفيجن المره الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.